اهلا، انا فيصل بن عبد العزيز، مسؤول التسويق في شركة الرياض للسفر والسياحة. شركة الرياض للسفر والسياحة هي شركة رائدة تأسست عام 2007 بما يزيد عن اكثر من 120 موظف واكثر من 8 افرع، وتقدم العديد من حلول السفر وخدمات السفر، من ضمنها طبعا الباقات السياحية سواء على مجال العميل العادي او عميل الشركات. وفي عدة خدمات أخرى مثل التأشيرات والطيران وغيرها العديد. حقيقة قبل زيو كانت حاصلة معي عدة مشاكل، وأغلب هذه المشاكل متعلقة بالعميل. يعني أنا عندي حملات ممولة، الحملات الممولة هذه تجيب لي عميل، طيب بالمقابل العميل ما عنده كافة الإشباع أو الإشباع اللازم من ناحية سرعة الرد، من ناحية التولز سواء الـ AI tools، الـ automation tools اللي تساعد الموظف في الكول سنتر على سرعة الرد مع وسرعة التجاوب مع العميل. صراحة اللي قاعد أشوفه زيو حل لنا المشكلة هذه بنسبة كبيرة جدا. زيو يقدم العديد من الحلول التقنية، العديد من الحلول التسويقية، يعني كان هو البيئة الخصبة المساعدة لي أنا كمسؤول تسويق والموظفين الكول سنتر. مؤشرات الأداء الرئيسية في زيو كانت مساعدة لنا بشكل كبير مع العميل. يعني أنا بالنسبة لي كمسؤول تسويق لازم أوفر البيئة الخصبة للعميل، لازم أوفر له التجربة الكاملة من سرعة الرد ومن غيرها من الأدوات الأوتوميشن اللي تساعد الموظف وتساعد العميل. فزيو كان هو المساعد أو كان هو الثيرد بارتي المناسب بين العميل وبين موظف الكول سنتر. إحنا حسبناها يعني طريقة بسيطة، معادلة رياضية. قبل زيو كنا نستقبل مكالمات لا شك بهذا الشيء، ولكن حنا بعد ما يعني تعاملنا مع زيو لاحظت زيادة في عدد الرسائل وسرعة التجاوب بنسبة 20%، والقياس هذا كان على مستوى الربع كامل. في يعني عدة أدوات استفدت منها أنا في زيو، أنا والتيم اللي معي في الكول سنتر. أبرز أداة أنا صراحة استفدت منها اللي هو الكامبين. الأداة هذه استفدنا منها فور ريتاركتنج بيربس، اللي هو بغرض إعادة الاستهداف، وبغرض إذا نزل عندنا عرض جديد نقدر نكلم العملاء الحاليين. من خلال عملي مع زيو ومن خلال خبرتي المتواضعة في التسويق، أنا بقترح زيو على جميع أصحاب الأعمال سواء كان قطاع المنتجات أو قطاع الخدمات، كلها متناسبة مع زيو. زيو هو البيئة الخصبة لكافة الأعمال ولكافة الصناعات.